راح ابتدي معكم مشاهدينا في عرض معطيات الدائرة الانتخابية الرابعة، ومثل ما أنتم شايفين هذه خريطة الدائرة الانتخابية الرابعة والمناطق التي تشمل هذه الدائرة، راح أتكلم أكيد عنها أول بأول. راح انتقل وياكم لعرض مناطق الدائرة الانتخابية الرابعة، ولازلنا مستمرين في تغطية انتخابات مجلس الأمة 2016 لعرض مناطق الدائرة الانتخابية الرابعة. أنتقل وياكم عشان نعرض المناطق أكيد ونسب الناخبين والناخبات وأيضا المرشحين في هذه الدائرة الانتخابية الرابعة. بداية مع المناطق التي تشمل هذه الدائرة الرابعة، بداية أكيد مع الفروانية، الفردوس، العميرية، الرابية، الرجعي والأندلس، جليب للشيوخ، وأيضا من ضمن مناطق الدائرة الانتخابية الرابعة صباح الناصر، الرحاب، العرضية، الجهراء الجديدة، الجهراء والبر. انتقل وياكم الحين إلى عرض عدد المرشحين في هذه الدائرة الانتخابية. إجمالي المرشحين 70، منهم من الإناث طبعا لا شيء، ومن الذكور 70، ونسب المرشحين في الدائرة الانتخابية الرابعة مثل ما أنتم شايفين ويانا لا شيء من الإناث و100% من الذكور. إذا ننتقل وياكم إلى عدد الناخبين والناخبات في الدائرة الانتخابية الرابعة. طبعا إجمالي الناخبين والناخبات في هذه الدائرة 127,408 من الناخبين، منهم من الإناث 67,914، ومن الذكور 59,494. طبعا هني نسب الإناث في هذه الدائرة الانتخابية أكثر من الذكور، بما يعني مثل ما أنتم شايفين الإناث 53% والذكور 47%. الحين أعرض معاكم أسامي وصور المرشحين في الدائرة الانتخابية الرابعة، بداية مع أحمد إسماعيل الكندري، أحمد جديان البغيلي، أحمد نصار لشريعان، وأيضا من ضمن مرشحين هذه الدائرة الانتخابية أسامة أحمد لمناور، بدر سحاب المويزري، بدر محسن المطيري، وأيضا بندر جاسي المطيري، ثامر سعد الظفيري، جزاع فهد القحص، وأيضا من ضمن مرشحين هذه الدائرة الانتخابية جمال سعد العنزي، حسين علي القلاف، حسين قويعان المطيري، وأيضا حسين مزيد الديحاني، وحمد سلمان الشمري، خالد عبد الحي الخضر، طبعا كلهم مرشحين من الرجال، سعد علي الرشيدي، سعود سعد المطيري، سعود محمد الشويعر. لا يوجد ولا مرشحة في هذه الدائرة الانتخابية الرابعة، والمرشح سلطان جدعان الشمري، سيف راشد المطيري، شعيب شباب المويزري. ولازلنا مستمرين معكم في عرض صور وأسامي المرشحين في الدائرة الانتخابية الرابعة، عبد الرحمن حسن العتيبي، عبد اللطيف عباس المناور، عبد الله فهاد العنزي. نستكمل وياكم المرشح عبد الله محمد المطيري، عبيد مشعان الديحاني، عسكر عويد العنزي، علي سالم الدقباسي، عمار حسين الصايغ، عمش فهاد الشمري. لازلنا متواصلين أكيد في عرض معطيات دائرة انتخابية رابعة والمرشحين، عيد شامان المطيري، غالب ضاري المطيري، فالح خالد العويهان. ما شاء الله مثل ما أنتم شايفين عدد كبير من المرشحين في الدائرة الانتخابية الرابعة، فراج زبن العربيد، فرز محمد الديحاني، فلاح ذعار شجاع، وأيضا المرشح فهد عيادة الحربي، فهيد محمد العجمي، فواز سعود العازمي، لافي حمود المطيري، ماجد موسى المطيري، مبارك نية الخرينج. نتمنى أكيد التوفيق لجميع مرشحين الدوائر الانتخابية، وأيضا مبارك محمد الوعلان، مبارك هيف الحجرف، متعب لهاب المطيري، محمد سعد المطيري، محمد شنيفي الماجدي، محمد طنا العنزي، محمد عبد الله المطيري، محمد عويد المطيري، محمد فهد الديحاني،
لازلنا أكيد متواصلين معكم في عرض صور وأسامي المرشحين في الدائرة الانتخابية الرابعة. محمد مفرج العدواني، محمد مفرج المسيلم، محمد ناصر الرشيدي، محمد هايف المطيري، محمود خلف الفرحان، مرزوق خليفة الخليفة، وأيضا المرشح مشاري محمد المطوطح، مشعل حسين المطيري، مطلق عويد العنزي، وأيضا من ضمن المرشحين في الدائرة الانتخابية الرابعة مفرح عوض شلاحي، منصور خلف العلاج، مهدي حسين فيروز، ناصر حجي الهيفي، نايف بدر المطيري، نايف ضيدان المطيري. ما شاء الله مرشحين الدائرة الرابعة هم كثر أكيد من الرجال، ولا يوجد ولا امرأة من المرشحات. نواف علي المطيري، هادي هاجد الوطري، هاشم سند الصليلي، لازلنا أيضا مستمرين، وأخيرا المرشح يوسف سيد الرضوي. إذن مثل ما شفتوا معنا مشاهدينا أكيد هذه معطيات الدوائر الانتخابية، مثل ما شفتوها ويانا هذه الدائرة الانتخابية الرابعة.